في غزة فراج أو القرية الشهيدة، هذا ما تبقى من أطلال دمرتها طائرات المستعمر الفرنسي. وككل سنة تنظم السلطات المحلية لبلدية لمصارى احتفالات تخلد ذكرى أول قرية بالشمال الإفريقي تباد عن بكرة أبيها. زادوا ضربوا دورة حتى هما قنبلوا القنبلة الأولى بالمطرايوز، وزادوا عاودوها بالقنابل هذوك اللي عندنا اللي في المتحف. القرية هذه نتاع دوار الولجة في هاك الوقت وحاليا بلدية المصارى، والقرية هذه متكونة كما قال زميلي كان يحكي متكونة من 800 غرفة فيها الخزين. وتجهت السيارة من 12 نوفمبر 2022 بومباردان حرقا وين الكمين رفضن كل شيء سيا وين اشحال الدهان التام هوان ذي غزران سيا والسوفي ذي تغزوث سوث بو ستة ذي تكوث جول لنتصربي أروم يوري وعدي عزة في غزة عزة في غزة فراج ذو فورة رمقران ثكرة ذو زواج ذي النمر يحلان ذي سماون انتمورا يسقان سيذا من ذو قصنات اللان واسم السات والتون. الطيارة الصفراء والتي ضاع صيتها بين الجزائريين لما ارتكبته من مجازر في حقهم هي الآن حبيسة متحف المصارى. هذا المتحف الشعبي الضخم ضخم بما يحتويه من بقايا لمحركات الطائرات وقنابل مختلفة وحتى بقايا بعض الطعام الذي كان يتناوله المجاهدون الأبطال زمن الثورة، فضلا عن لوحات وصور لشهداء المنطقة. المتحف اللي في طوراب بلدية المصارى، هذا المتحف هذا فيها المآثر التاريخ من الشظايا، المآثر اللي راه خلتها فرنسا كي كانت تضرب المجاهدين والبيوت والديار والمداشر في هذا المكان هذا نتاع بلدية المصارى بصفة عامة. هذا المكان الذي يوضح مركز الولاية التاريخية الأولى بقيادة الشهيد الرمز علي سويعي، والتي امتدت بين سنة 1960 وحتى عام 1961، يوضح التنظيم المعمول به زمن الثورة وكيف كانت توزع المهام.